خماسي لنادي المصري جوه 18. بتلعب الكره العرضيه مش ممكن يطلعها من على خط الجول، وادي البلعوطي وتعدي الكره ولا ما عدتش؟ حكم اللقاء يدي هدف. لا 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 لا، اي بدايه اي حلاوه. أوستن أموتو جابها من جوه، جابها من جوه ابراهيم القاضي بقرار من حكم اللقاء. الدبابه النيجيريه في اللقاء قبل الاخير كان بدا برضو الاهداف امام سيراميكا كليوباترا يوم ما فاز النادي المصري برباعيه. والنهارده يا راجل ده مش دش، حسام حسن ما بيديش دش قبل الماتش. لا 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 لا، ده البدايه قويه جدا. ايه اللي قلته لهم قبل البدايه يا عميد؟ ايه اللي قلته في اوضه اللبس؟ اي البدايه لصالح النادي المصري. الياس الجلاسي والكور الثابته زي ما قلنا مع النادي المصري. الاولى ابراهيم القاضي لعبها من على الخط، تترد مره ثانيه من أوستن أموتو، الثانيه من جوه بهدف لصالح النادي المصري. أموتو يزود عدد أهدافه مع النادي المصري، كان سجل أربع أهداف. مجدي جرجس يلعبها لعلي فوزي من لمسة ولعبة، يلعب الكرة الأمامية عن جوني بوكا لو عدت خطر، خدها حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هي مباراة نيجيرية مش ممكن. بيردوا على بعض وجوني بوكا، علي فوزي اسيست ولا أحلى ولا أروع يا علي، مش ممكن. علي فوزي عرضية بالمقاس بالمزورة في الدقيقة 60 يسجل جوني بوكا. أي استلام وأي فينش من النيجيري جوني بوكا حلوة. بص علي فوزي، بص العرضية، عمرو موسى يعمل الجمب لكن مش بالقدر الكافي، يوصل على طول جوني بوكا يستلمها حلو، يتوقعها أحلى ويركنها أحلى وأحلى. هدف التعادل لصالح نادي إنبي. مباراة هتحلو كده، الريتم يعلى تاني.